على الموضة مع شانتال الأزة. صباح الخير شانتال. صبح الخير. كيفك؟ كتير منيح. اشتقت لك. أنا كمان. استنى زمان كلنا أنت وجوال ونادين يعني الستين هيك معي نهار الأحد، صلنا غبنا شوي عم هلا رح أعود لك. ما عندي شك ناطرتك. شانتال شو موضوعنا اليوم؟ اليوم رح نحكي شوي رانوي، رح نحكي عن ستريت ستايل رانوي غير عن العادة. عادة بنحكي اوت كوتير شوي، اليوم رح نحكي عن ستريت ستايل لنشوف شوي شو دارج ترندز نلبس هالسنة، لأنه على حظنا زينا، لأنه بعرف إنه نحن منحب هذا الستايل. آخر فترة كنا عم نحس إنه طريقة الستريت ستايل شوي صارت فقرية بطريقة اللبس، وصار كتير خليط ألوان وستايلز مع بعضها ما كان بيشبه كتير. انا شخصيا ما بحب هذا الستايل، بحب الستايل القديم الفينتج اللي فيه جلامر اللي فيه كلاسينس. هالسنه هذا اللي دارج. بقى كرمال هيك رح نشوفهم مع بعضنا ونشوف كيف رجع الوقت لل30s وال60s وال80s بالايام اللي كانوا اهالينا يلبسوا اشياء كتير كلاسي وكتير تايمليس. هالسنه رجعوا درجوا هيدي الاشياء ورح نشوفهم مع بعضنا ونحكي عنهم. نحكي عن ديزاينرز بالعاده نحن ما بنشوف الرانويز تبعها. هلا اول ديزاينر بدي ابدا فيه بكره بعد سنتين ببلش تشوف انا مكسر الدنيا، انا على طول بحكي فيهم قبل بوقت. دايما قبل بوقت. قولي شانتال قالت. رح نحكي اليوم عن ديزاينر جديد اخذ ضجه كثير حلوه وحسيته انه هيز جوينج تو بي ذا نكست سكوبيريلي، لانه عنده زيت الستايل وزيت التقل بالشغل يلي هو هاريس ريد. هاريس ريد هو رح يكون هلا الكرييتيف دايركتور تبع نينا ريتشي، يعني رح ننطر نشوف اول كولكشن بيعملها لنينا ريتشي، وانا اكيد انه رح يغير ستايل البراند كله، لانه اول ما تطلع بالكولكشن تبعه بتعرف انه في عنده هذا الستايل اللي ما له وقت، اللي له تقل كثير، اللي جاي من قبل بس مخلوط مع المودرن كثير، وخاصه انه ركز كثير على الاسود والذهبي والبرنتس. ورح تلاحظي زينا بالرانويز انه البرنتس مع بعضها مع الاسود والذهبي دارجه كثير السنه، يعني البرنت الاسود والابيض او الليبرد او التايجر دارجين مع البلاك والميتاليك، يعني الخليط هو ثلاث اشياء مع بعضهم وهن حلوين سوا. صح. يعني بذكروك شوي بايام زمان اصلا هيدا الستايل اللي كانوا يلبسوا هول الليجينجز مع ستيل الباديز اللي هيك فيهم برنتس ويرجعوا يحطوا الاكسسوارز الجولد ايه رجعت تقل بالتنسيق بالوقت يلي بفتره الكورونا كان الخليط ما بقى له معنى، يعني كنا عم نخلط الوان واشكال مع بعضها ونمشي على رانوي. انا ما كنت كثير عم بفهم الموضه بهالفاز، يعني كان قاطع سنتين ثلاثه في كثير ضياع وكثير تفجير مواهب ما حسيناها كتير لها معنى. صح صح. ورجعت تركزت الاشياء، حتى بتطلعي بالكولكشن تبعه بس تشوفي مثلا الهات العاليه شوي شيكسبيري اللي هو كان الانسبيريشن تبعه شيكسبير والمسارح الانجليزيه القديمه، كرمال هيك بتشوفي هذا التقل شوي بالستايل. رح ننقل على الصوره الثانيه ونشوف ثلاثه بعد من الايتمز اللي اشتغلها. الايتم الاوتفيت النصاني بتلاحظي فيه بيلت جولدن كمان بذكرك بسكابوريلي كثير، وخاصه باول لوك بتحسيها مثل الشمس، يعني عامل ميرميد كات بطريقه كثير جديده. هذا بالنسبه لهاريس ريد اللي لاول مره بينزل كولكشن خاصه لإله، خريج سنترال سانت مارتنز اللي هي من اقوى جامعه بالعالم، وعلى طول بس تشوفي حدا كثير موهوب بتعرفي انه هو جراديويت من هونيك. بقى اكيد انا رح نبقى نحكي اكثر عن كولكشنز رح ينزلها خاصه بس يعمل اول كولكشن لنينا ريتشي. رح ننتقل لتاني ديزاينر يلي هو ديفيد كوما. ديفيد كوما هو من الديزاينرز اللي اخذين ضجه كثير على السوشيال ميديا، عاده العالم كثير بتعمل سكرين شوتات لديزايناته وبتعمل مثلهم، لانه هو اللي بيعمل الدريسز زينه البارتي دريسز الحلوه اللي كثير فيها نقص بالسوق ما بتشوفيها كثير، يعني بيعمل عاده البارتي دريسز الضيقه. هالمره بالكولكشن تبعه كانت اكثر مركز فيها على السوت الاب لوك للمره، بتلاحظي انه غير ستايل السوت لحاطه الشميز مثلا مع كرافات سباركلي جليتر وفرو على ايديها الهايني بوتس. هلا ما بعرف قد ايه مبين عليكي بس اللوك الاسود هو الشميز سوداء كرافات سوداء وكورسيه فوقهم، يعني كثير حلوين الديتيلز اللي مستعملهم. اول وحده لا عم بحكي عن رابع لوك. رابع لوك اللي عم نشوفه هو كورسيتري
ايه قميص وكرافات وكرسي صح اوكي وكرسي فوق يعني بتلاحظ كثير عامل هيك ستايل جديد يعني هو استوحاه من مارلين ديتريخ اللي هي ممثله امريكانيه والمانيه كانت من اكثر الاشخاص اللي عندها هيك ستايل افانغارد بوقتها بقى استوحى كل الران واي منها وبتلاحظ انه في كثير هيك اجي ستايل بالرانوي اللي عامله وكثير شاغل على الهايني بوتس بكل اللوكس اللي عاملهم خاصه انه الفوفر موجود بكل الرانويز اصلا الهايني بوتس بتحسيه حلو مع شميز وبليزر هيك لانه انه اوقات يو كان جو رونج بالهايني بوتس هيك يطلع شوي اللوك فقير تشيب بالوقت اللي بس تروحي على شميز بيضاء بليزر سوداء او كورسيه فوق القميص بتحس بيكسر من حديه الهايني بوتس لانه عم تعطيه مدى بالوقت اللي كثير من العالم تلبسه فوق بنطلون من لون كثير مختلف بيأثر الشخص وخاصه اذا لبستيه فوق الجينز اللي هي من الاشياء اللي معودين شوي العالم انه يعملوها الا اذا كان في مدى يعني مزبوط. كان طويل او الخصر عالي بركي اذا بتشتغلي على هيدا الستيل بيطلع دقيق الهايني بوتس يعني مش مع حيلا شيء بينحطوا على طول بس نكون لابسين شيء قصير ونلبس هايني بوتس بتلاحظي قد ايه بيطلع صح. اجمل مع اللوك هلا رح ننتقل على الكساندر وانج اللي صار له سنتين مش عامل رانوي لانه كان عليه دعاوى كثير كبيره دعاوى تحرش وكان في عليه مشاكل كثير كبيره بامريكا بقى هيدا اول مره بيرجع على رانوي وصار فيه اذا بدك كثير حكي والعالم انزعجت يعني ولا خسر ولا شو صار فيه بعد ما خلصت اخباره يعني بعد في عالم عم بتقدم دعاوى عليه والعالم انزعجت انه رجع على الفانو يرجع قدم كولكشنز كانه كل شيء رجع طبيعي من دون ما يتحاسب وبنعرف نحن كثير انه بالفاشن سين هالمشاكل كثير بتصير خاصه اذا الشخص واصل ومعه مصاري وباورفل بيبقى شوي اسهل له انه يقطع على هيدي المواضيع بقى هيدي كانت اول كولكشن بيعملها بغض النظر انا هو من الديزاينرز اللي بحبه كثير وبيعمل كولكشنز كثير حلوه وهون بتلاحظي انه خالط الفوفر بالصوره اللي قبلها الفوفر مع البرنتس والدنم مع بعضهم الموف والاحمر من الالوان اللي رجع دراجة مع بعضها اللي هي كانت من الالوان اللي كانت من زمان يعملوا لها خليط حلو هيدا التقل اللي عم بحكي عنه بخليط الالوان الرويال كولرز مع بعضها زينا بتلاحظي البرنتد جلد السنيكس كان البرنتد الاحمر والبوتس فايلت او الدنم والفوفر مع بعضهم يعني تشوف البرنتس والتكستشرز كيف مخلوطين فيهم جلامر قديم صح. وهيدا هو اللي دارج هالسنه بالستريت ستايل رجعوا نزلوا تياب اهاليكم البسون من اول وجديد لانه حتى الكاتس اللي بتلاحظ الراوندد شولدرز القديم بالفتره اخر شيء كنا عم نلبس ستراكتشرد رجع دارج المبروم كل شيء مبروم بالجسم ويكون ضيق على الهيبس وهذا اللي كان على ايام جار بالتوينتيز رح ننتقل على الديزاينر اللي بعده يعني هو كريستيان سيريانو اللي هو من اكثر الديزاينرز اللي هلا اخذ درجه على الريد كاربتس وفجاه صار يلبس كل السيلبرتيز عمل فان واي مستوحى من ورود اودري هابرن اودري هابرن كانت تحب الورود الموف والبينك والابيض بعمل رانوي مستوحى منها وعمل السوت يكف الورود من الشابو لتحت يعني بتلاحظ انه نزل لها وروده على كل السوت بتلاحظ كثير كان فلورال بس ملاحظة انه كل الرانويز زيت الستايل كل الرانويز فيهم الشابويات الواطية كلهم فيهم كوتس كلهم فيهم كيبس المود نفسه يعني ايه بفجأة شفت كل الديزاينرز رجعت على المود المرتب القديم اللي فيه تقل رح نختم باخر ديزاينر رح نحكي عنه لليوم يلي هو عز الدين علايا من الديزاينرز الكوتير بالصورة اللي بعدها اللي كتير معروفين وكتير محبوبين لأنه بيشتغل بطريقة كتير مختلفة عن غيره أكيد هو توفى ومن بعده صار في ديزاينر جديد حب يعمل الرانوي بقلب بيته وعزم العالم على قلب البيت لأنه عز الدين علايا كان كتير انتمت وكان كتير يحب العالم القريبة منه تكون موجودة ما بيكان يحب ضجة باريس فاشن ويك كتير كان حدا كتير منغلق على حاله وكتير كان عنده شخصية غريبة بقى عمل الرانوي تكرم
ألايا عمل الرنوي ببيته وعزم العالم القراب، وهيدي لأول مرة بتصير إنه رنوي بيكون بقلب البيت. هو بالنسبة له كانت الكولكشن تتعمل بقلب البيت، هيك كان يشتغل ألايا، بقى هيك عمل. والقراب هن اللي كانوا موجودين، والفرنتشر هن فرنتشر البراند. وبتلاحظي هون السيركلر كوتس اللي كنت عم بحكي عنهم على الكتف زينة، والضيق اللي على الأرداف بالكوتس، هيدا كمان عم تشوف الفينتج فايب فيه. حتى إنه الأوفرول الجينز لاحظت إنه حلو. انقلبت الفوليوم، صار الفوليوم من على البنطلون بدل ما يكون على التوب. يعني بتلاحظ إنه كلهم الفانويز اللي حكينا عنهم للستريت ستايل هالسنة من سبرينغ لفول بيجمعون مود واحد، مود الثيرتيز القديم اللي فيه تقل التايمليس اللي بتضبيه وبترجعي بتلبسيه. صح، واللي اللي فيه ترتيب إذا فينا نقوله، ومثل ما قلتي اللي فينا نستفيد من القطع اللي موجودة فيه. كل قطعة بحد ذاتها عندها قيمة. مزبوط. يعني قبل صرت تحسي إنه الستريت ستايل هو ماشي اشياء فوق بعضها هيك مصفصفه من دون اي هيك ترتيب وتنسيق بالالوان. صح. وبالكاتس كثير حلوه اليوم الكولكشن. اهلا وسهلا عيديه شانتال. دائما يعني انت فقرتك عن جد كل الناس بتحكي قد ايه هي، مش بس فقره موضه، يعني كثير ناس بيحكوا موضه، انت بتحكي موضه وبتحكي تاريخ الموضه وبتحكي الافكار اللي من وراء كل ديزاينر. وحلو هيدا الشيء انه نحن اليوم نعرفه ونحس قد ايه الوضع بأثر على الموضة كمان، وقد ايه اوقات كتير كل شيء عم نمرق فيه بتحس انه ريليتد، قد ايه الموضة بتكون حلوة، قد ايه بترجع لورا. سو حلو نعرف هذا الشيء منك. شكرا لك دايما شانتال على تحضيرك الحلو.